معاكم عاصم حنجل الموسى أكاديمي. هنتكلم على سيكشن 2 في شابتر 1 The Real Numbers. الريل نمبرز اسمهم الأرقام الحقيقية. فالريل نمبرز هنتكلم إيه هو؟ فبيقول لي هنعمل إيه؟ يعني state the integer that corresponding to a real world situation. يعني الانتجر معناه عدد صحيح، يعني ده عدد صحيح يعني ما فيهوش كسور، يعني 3 7 12، مش 4 وربع بقى، مش 2 ونص، لا ما فيش فراكشنز، وممكن يبقى بوزيتيف وممكن يبقى نيجاتيف، عدد موجب او عدد سالب. فبيقول لي state the integer that corresponds to a real life situation، ممكن نحط رقم يكون ليه علاقه بالحقيقه، يعني بالحياه الحقيقيه. وهنجراف الراشنال نمبرز، هنرسمهم ونكونفرت فروم فراكشن، تعالوا نشوف على طول. الراجل بيقول لي عندي حاجه اسمها ناتشرال نمبرز. الناتشرال نمبرز دي اللي هي الاعداد الطبيعيه، بالعربي اسمها الاعداد الطبيعيه ناتشرال. فبيقول لي الناتشرال نمبرز هم عباره عن 1 2 3 4، وانت طالع لحد ما لا نهايه. فالارقام بدءا من 1 اسمها ناتشرال نمبرز. وفي عندنا بقى حاجه اسمها وول نمبرز. وول نمبرز يعني الارقام كلها، يعني بالعربي كده هول يعني كله، وكانها اول يعني اول نمبرز. فاول نمبرز الست المجموعه بتاعتها او مين هم برضو 0 1 2 3، وانت طالع الى ما لا نهايه، بس البدايه بتبدا من 0. يعني الفرق ان الول نمبرز تبدا من 0، انما الناتشرال نمبرز تبدا من 1. بيقول لي اول واحده these are the numbers used for counting، دي الارقام اللي نستخدمها في العد. يعني حضرتك بتيجي بتحب تعد اي حاجه، معاك مثلا شنطه مثلا وفيها شويه حاجات كور مثلا، قلت لك يلا عد، هتمد ايدك وتقول اول حاجه ايه، طلع كره ترميها، تقول 1 2 3 4 5، الكيس خلص. فانت لما بدات تعد بدات من 1، عشان كده بنسمي الارقام دي counting numbers برضه. انما الارقام كلها ممكن تبقى صفر عادي. فبقول لي this is the set of natural numbers with zero included، وملناش علاقة بالعد. طيب بيقول لي هنا الانتجرز بقى، الانتجرز اللي هي الأعداد زي ما اتفقنا كده، الأعداد الصحيحة اللي هي من غير كسور. فبقول لي set of integers هي عبارة عن مين؟ الصفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وانت طالع لما لا نهاية، بس برضو فيها سالب واحد وسالب اتنين وسالب تلاتة وسالب اربعة وسالب خمسة لحد سالب ما لا نهاية. يبقى عندي ال 1 و 2 و 3 والنيجاتيف 1 والنيجاتيف 2 والنيجاتيف 3 على كل البوزيتيفز وكل النيجاتيفز، دي كده الانتجرز. طيب يقول لي الانتجرز بقى، هيتكلم عنها هو معانا الراجل اهو، الاعداد الصحيحة. بيقول لي الانتجرز consist of، بتحتوي على the whole numbers، الاعداد كلها، and their opposites، يعني الاعداد كلها وعكسها. لان احنا قلنا الاعداد كلها تبدا منين؟ من 0 1 و 2 و 3 و 4 و 5، مش كده برضو؟ طب وعكسها، يعني هنحط سوالب لكل دول، يعني السالب 5 والسالب 4 والسالب 3 والسالب 2 والسالب 1. طب ينفع سالب 0؟ قال هو ايه اللي سالب صفر ده؟ لا لا لا، سالب صفر هو الصفر برضه، لان بنقول ان الصفر له عدد موجب وله عدد سالب، ده عدد محايد. طيب بنقول ايه؟ ادي المنظر، بيقول لي ادي 0، فقال لي 1 2 3 4، وعكس ال 1 نيجاتيف 1، وعكس ال 2 نيجاتيف 2، وعكس 3 نيجاتيف 3، بس الخطوط بس ايه متزحلقه شمال شويه، يعني بس دي ايه عايزه دي كده، عايزه بس تتاخر كده. فعايز يقول لي ان كل نمبر 2 الاوبوزيت بتاعه نيجاتيف 2، لو عندي نمبر 3 الاوبوزيت بتاعه نيجاتيف 3، ده عكسه. فبيقول لي الانتجرز تو ذا ليفت اوف 0، شمال الزيرو، بيقول لي اون ذا لاين او اون ذا نمبر لاين، على خط الاعداد، اللي انا بسمي ده كده يا جماعه خط الاعداد، خط الاعداد او النمبر لاين. طيب فبيقول لي ان integers to the left of zero اللي على شمال الصفر on the number line are called negative integers. يبقى دي كده اعداد صحيحة سالبة، دول كده negative integers. انما اللي على اليمين اسمهم positive integers، دي الاعداد الموجبة. وبيقول لي zero is neither positive nor negative، لا الصفر بقى له موجب وله سالب، and serves as its own opposite، وهو شخصيا opposite نفسه. طيب معلومة اللطاف. بيقول لي لسه في الأرقام عندي حاجة اسمها rational numbers.
الراشنال نمبرز بالعربي اسمها الاعداد النسبيه. ايه الراشنال نمبر؟ بتبقى على شكل ريشيو، يعني تبقى حاجه اوفر حاجه، 2 على 3. ده انت بتقول لي كسور بقى. ايوه، لان كان الانجرز ما فيهاش كسور، نص مثلا، هاف، ربع مثلا، كل الكلام ده. فالكلام ده كله بيقول لي the set of rational numbers equal the set of numbers a over b، يكون على شكل رقم over رقم، where a and b are integers، حيث ان الـ a والـ b بقى اعداد صحيحه طبعا. يعني مش اقول 1 وربع على 3 ونص، لا، يعني اللي فوق رقم واللي تحت رقم. بيقول لي and b not equal to 0، واللي تحت ده ما يبقاش 0. لان قلت لحضرتك هي 3 over 0 كام؟ والله ما نعرفش في اللحظه دي اللي احنا بندرس فيها ايكوال كام. حتى على الاله الحاسبه كالكوليتر 3 على 0 كام هيقول لك كلمتين كده هيشتم يعني. طيب بيقول لي عندي حاجه هنا، الديسيمال نوتيشن فور راشونال نمبرز ايذر تيرمينيتس اور ريبيتس. الديسيمال معناها الاعداد العشريه، فديسيمال نوتيشن الاعداد اللي بتتكتب بشكل عشري فور راشونال نمبرز ممكن تبقى تيرمينيتس or repeats، يعني terminates يعني منتهية. الأعداد العشرية ممكن تبقى منتهية وممكن تبقى مكررة إلى ما لا نهاية. يعني مثلا ممكن أقول لك رقم عشري مثلا، أقول لك 0.4 أو 4 من 10، وممكن أقول لك 0.33333 وأفضل مكمل للأبد. ده اسمه repeats. يعني لو كتبت على آلة الحاسبة مثلا، مثلا قلت مثلا 1 على 3 إيكوال كام، هيقول لك دي. إنما مثلا لو قلت له مثلا 2 على 5 إيكوال كام، هيقول لك دي. بس فعندي دي اسمها terminates وعندي دي اسمها repeats. طيب بيقول لي بقى decimal notation for irrational numbers neither terminates nor repeats. الديسيمال بقى notation للأرقام اللي ار يعني نط، irrational number اللي هي غير النسبية. بيقول لي دي لا هي بالترمينيت ولا هي بالريبيت. يعني ايه الكلام ده؟ قال لي يعني لو جيت قلت لك مثلا انا عايز لو متذكرين كده عايز 22 على 7، دي ايكوالز كام؟ تيجي تشوفها تطلع لك 3.14 وحاجات كتير قوي لحد الاله الحاسبه ما تخلص. هل دي ارقام بتتكرر؟ لا، خلاص يبقى دي مش ريبيتس. طيب هل ترمينيتس؟ هل هتقف عند حته معينه هتقول لي وقفت عند، هي خدت الشاشه كلها بتاعت الكالكوليتر بس مثلا فيها مثلا 12 رقم بعد الدوت، اقول لك لا، ده عشان الكالكوليتر بتاعك صغير. لو جبت كالكوليتر شاشته كبيره شويه، يعني تعمل كده 70 متر، وكتبت 22 اوفر 7، هتلاقيه كتب 3.14 وكتب ارقام اكتر لحد ما يخبط في الحيطه برضه. كل ما الشاشه هتكبر، لو كتبت واحده جبت كالكوليتر الشاشه بتاعتها من جده للرياض هتلاقيها كلها برضو اتملت. هو بيقف هنا عشان مفيش تاني يكمل، فيبقى برضو مش بالترمينيت، يبقى لا هي بتنتهي ولا هي بتتكرر. ده المقصود بالجمله. طيب ريل نمبرز، الارقام بقى الحقيقيه، قال ذا سيت اوف ريل نمبرز ايكوال ذا سيت اوف اول نمبرز كورسبوندينج تو بوينتس اون ذا نمبر لاين. بيقول لك الاعداد الحقيقيه ببساطه هي كل الارقام اللي خلقها ربنا، يعني اي رقم ممكن احطه على النمبر لاين اللي هو النمبر لاين كله بمعنى اصح. طيب هنا بقى بدا يترجم، بيقول لي ايه الريل نمبرز؟ الريل نمبرز تنقسم جواها راشنال نمبرز اعداد نسبيه والايرراشنال نمبرز. مثال ليها الباي زي ما قلت لكم اللي هي 22 على 7، الجذور التربيعيه لارقام غريبه سكوير روت جذر التربيع 5 مثلا، الباي اللي هي عامله كده اللي هي بتساوي 22 على 7، كل الكلام ده الراشنال او راشنال نمبرز. الراشنال نمبرز مثلا زي 1 اوفر 4 زي نيجاتيف 2 اوفر 3، كل ده راشنال نمبرز. طيب الراشنال نمبرز تنقسم لحاجتين، يا اما راشنال نمبرز ذات ار نوت انيجرز يا اما انيجرز. تقول لي ايه ده، هو الانيجرز راشنال نمبرز؟ اقول لك افرض قلت لك عايز 4 اوفر 4، هي دي مين؟ ال1 مش كده برضو؟ طب ما هو الوان ده انجر، بس ممكن اكتبه 4 اوفر 4 صح. يبقى طب قلت لك رقم تاني 7، هو 7 ده ايه؟ انجر. هتقول لي مش راشنال ده، اقول لك لا برضو راشنال، انا ممكن اكتبه 7 اوفر 1 اهو بقى حاجه اوفر حاجه. وبالتالي اي انجر هو عباره عن راشنال نمبر. يبقى الراشنال نمبرز يا اما يكون رقم صحيح زي 7 وال15 والسالب 1 والسالب 7 وكده،
او يكون راشنال نمبر على الشكل حاجه اوفر حاجه 2 اوفر 3 4 اوفر 5 وهكذا. الانرجيز بقى نفسيه نفسها اسف بتنقسم لثلاث حاجات: اعداد موجبه بوزيتيفز، اعداد سالبه، او الزيرو النيوترال اللي هو له موجب وله سالب. وبكده يبقى هو عمل لي تقسيمه بتاعه الريل نمبرز وبالتالي الريل نمبرز تضم كل الارقام الموجوده دي. طيب تعالوا نشوف السلايد اللي وراه. بيقول لي لو عندي A والعلامة دي الأوبريتور ده A smaller than B، الـ A أصغر من B، also has the meaning ليها نفس المعنى. لو قلت B أكبر من A، ما هو الـ A أصغر من B يبقى أكيد الـ B أكبر من A. فلو عكست كتابتهم بدل A الأول ثم B هتكتب الـ B ثم A، والنبي يا شيخ ما تنسى إنك تعكس الساين. طيب فبقول لي the symbol smaller than means is less than. طبعا هي لو قلت smaller than يا جماعة ايوه في عندي less than و smaller than. فبقول لي negative 4 smaller than 8 او negative 4 is less than 8 لما اجي اقرا، يعني دي بتتقرا كده. طيب وبيقول لي the symbol اكبر من means is greater than، فممكن اقول greater than وممكن اقول bigger than، الاثنين صح. طيب يبقى المنظر اللي قدامي ده هقول لي ايه؟ النيجاتيف 6 is greater than نيجاتيف 9، وده كلام سليم، لا تفتكروه غلط ولا حاجه، لان الارقام النيجاتيفز النيجاتيف كل ما رقم بيكبر يبقى اصغر، يعني التسعه اكبر من السته بس لو حطيت بالسالب يبقى سالب تسعه هتبقى اصغر من سالب سته. طيب هنا بيقول لي بقى ايه؟ write another inequality with the same meaning. هنا بيقول لي negative 4 اكبر من negative 10، ممكن نكتبها تاني يعني ابدا بالnegative 10؟ لا، هتبقى اصغر من النيجاتيف 4. طب السي اصغر من negative 7، يبقى النيجاتيف 7 اكبر من السي، وده اللي هو حله هنا. طيب نشوف بعد كده السلايد اللي وراه. السلايد اللي وراه عندي حاجه اسمها ابسولوت فاليو. الابسولوت فاليو بالعربي معناها القيمه المطلقه. المطلقه يعني ايه؟ يعني قيمه لا تحتوي على سوالب، اسمها ابسولوت فاليو. فبقول لي the absolute value of a number is its distance from zero on the number line، يعني بعد الرقم ده عن الزيرو في النمبر لاين. يعني مثلا جيت قلت لك عندي منظر زي ده، ادي زيرو وادي واحد وادي اتنين، هنا نيجاتيف واحد وهنا نيجاتيف اتنين، فجيت قلت لك الابسولوت فاليو ده عايز البعد من هنا لهنا، فبقول ده ابسولوت، بعمله شرطتين واكتب جواها ابسولوت النيجاتيف 2، يعني دي معناها النيجاتيف 2 تبعد قد ايه عن الزيرو، اقول تبعد 2. بمفهوم اخر القيمه المطلقه دي بتشيل النيجاتيف اللي جوه. يعني لو قلت لحضرتك عندي ابسولوت نيجاتيف 3 ايكوال كام؟ هتقول لي ايكوال 3. طب لو قلت لك ابسولوت 3 ايكوال كام؟ ايكوال 3. مش هقول نيجاتيف 3 لان الابسولوت بتخلي العدد بوزيتيف. طب لو كان هو اصلا بوزيتيف خلاص يبقى جميل. طيب what is the absolute value of a number is its distance from zero on a number line. We use the symbol اهو شرطتين جواهم x to represent the absolute value of a number x. فادي absolute x، لو قلت absolute negative 3 زي ما قلت absolute negative 2 وهكذا. طيب ادي النمبر لاين، فادي الزيرو اهو، ادي 5 والسالب 5، يبعدوا نفس البعد على فكره. اهو 5 يونتس فروم زيرو، المشوار ده طوله 5 خطوات. صح كده؟ وده برضو طوله 5 خطوات. وبالتالي اقدر اقول ان الابسولوت اوف نيجاتيف 5 ايكوالز 5، زي ما قلت ابسولوت اوف 5 برضو هت ايكوال 5. وبكده يبقى احنا قلنا سيكشن 2 في شابتر 1، يا رب يكون سهل وواضح وظريف.